سكان قطاع غزة يحاولون التعايش مع أوضاعهم المأساوية، ينفضون غبار حرب شردتهم رغم انهيار الجدران. فهنا متطوعون ينظفون شوارع مدينتهم، وآخرون نصبوا ألعاباً وسط الأنقاض للترفيه عن الأطفال. بعد الحرب أنا بحس إنه بدهم دكتور نفساني، لأنه كمان كتير صار عندهم اضطرابات وخوف من أجواء الحرب. أما هنا فعائلات عادت لأحيائها المدمرة يحاولون ترميم ما قد كان يوماً منزلاً. بعضهم وضع ما تبقى من أثاثه وجلس، وآخرون طبخوا وأكلوا فوق ركامه. نحن بدناش هدنة يوم ولا يومين، بدنا وقف إطلاق النار تام، لأنه تعبنا وأولادنا تعبوا. وبين تمديد يوم جديد للهدنة أو حتى قرب انتهائها، يعيش أهالي غزة حالة رعب من عودة حرب أنهكتهم وقتلت وشردت الآلاف منهم.